أخيرا وبعد منافسة شرسة من محافظات الجمهورية بيتم الإعلان عن أفضل موضوع تعبير لسنة 2024 بل لكل السنين اللي فاتت واللي جاية. الفائز بأفضل موضوع تعبير هو رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي في بيان نشر مساء اليوم على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري. تعالوا مع بعض نقرأ موضوع التعبير سطر بسطر وكلمة بكلمة لأن المنافسة كانت قوية جدا، والحقيقة إنه اللجنة لجنة التحكيم لم تجد أفضل من موضوع التعبير أو من البيان ده عشان تمنحه جائزة أفضل موضوع تعبير لـ 2024. في اجتماع برئاسة مدبولي مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وصرح الدكتور مصطفى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكات مع كيانات كبرى، الكبرى مرتين بس برضو خد أحسن موضوع تعبير، هذه الصفقة الكبرى مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة الكبرى في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. جائزة أفضل موضوع تعبير كتبه يونس شلبي في مدرسة المشاغبين. أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة مين؟ الكيانات الاستثمارية الكبرى في مين؟ في الاقتصاد المصري وقدرته على إيه؟ على تخطي التحديات. بنكمل موضوع التعبير الجزء الأخير فيه. أشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة اللي احنا مش عارفينها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل اللي احنا برضو مش عارفينهم، وستسهم في إحداث انتعاش اقتصادية ما نعرفش إزاي، وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية ما نعرفش هم مين في المشروعات المنفذة اللي ما نعرفش هي إيه، ومزايا متعددة للدولة المصرية. شيء جميل، موضوع تعبير جداً. الدكتور مصطفى أكد أن هذه الصفقة الكبرى للمرة الثالثة في موضوع التعبير، التكرار مش حلو يا مصطفى، وغيرها شو بقى هتعمل لنا إيه؟ ستوفر من سيولة نقدية كبيرة، ما قالش كبرى، غير هنا، من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي، وقال أن الحكومة شغالة حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بلا بلا بلا. موضوع تعبير مهم جدا، موضوع تعبير خطير جدا. إيه الحكاية؟ ليه بدينا البداية دي؟ أنا عمري ما قريت لحضراتكم بيان لمجلس الوزراء بالشكل ده كامل من غير ما فوت فيه أي كلمة. ليه؟ لأنه النهاردة الظهر فوجئنا بمرشات عسكرية وقرآن، قلنا السيسي هيتنحى أو إن حصل له حاجة يعني. فوجئنا بإيه؟ آسف، فوجئنا بإنه الإعلام كله بيقول بيان مرتقب لمجلس الوزراء المصري. مجلس الوزراء المصري هيعمل بيان. في بيان مرتقب، قلنا طيب إما أن مصطفى مدبولي تنحى أو أقلوه أو استقال، جابوا حد غيره ما جابوش، إما أن السيسي حصل له حاجة أو في إعلان مهم هيحصل. رحنا على قناة إكسترا نيوز لأن الدكتور مصطفى واقف قافل البدلة الكحلي الشيك بتاعته، واقف في العاصمة الإدارية بيتكلم مع مذيعة من إكسترا نيوز وبيقول لها قد إيه العاصمة الإدارية دي شيء جميل في حياتنا، قد ايه ما كلفناش ولا مليم، قد ايه المشروعات بتاعته حاجات مهمه، قد ايه احنا مبسوطين وحياتنا جميله جدا. وبعدين هوب تويست، لقينا البيان نزل على صفحه مجلس الوزراء المصري. كلنا فاكرين الفيلم بتاع عادل امام وميرفت امين بتاع الفنكوش. عزيزي المواطن المصري ابحث معنا عن الفنكوش في بيان مجلس الوزراء المصري. ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف الدكتور مصطفى مدبولي مكان الدكتور ايوب في الفنكوش. عندنا شوية ملاحظات على بيان مجلس الوزراء الحقيقة من حقنا نسألها. ليه بقى؟ لانه انا مش شغال في مدينة الانتاج الاعلامي، انا مش موظف في الحظيرة بتاعة الانتاج الاعلامي، انا مش احمد موسى ولا مصطفى بكري عشان لما يطلع الشيء ده
يقول لأي كلام اللي قاله أطلع أهلل وأقول الخير جاي، الفلوس داخلة، صلوا على النبي يا جماعة، خلاص فرجت. الكلام ده تعملوه هناك في الحظيرة عندكم وانتوا بتدوروا في القاذورات اللي انتوا عايشين فيها. لكن أنا هنا بقوم بدور الإعلام المصري اللي المفروض يعمل ده في الوقت ده لما يقرأ بيان زي ده من مجلس الوزراء. مفيش حاجة اسمها في أي دولة إن مجلس الوزراء ينشر موضوع تعبير على الموقع الرسمي بتاعه فيطلع الإعلام يهلل لله شيء المكتوب. ده ما بيحصلش يا جماعة. اللي بيحصل المفترض الإعلام يعمل ده، يطرح مجموعة من الأسئلة. أنت بتقول لي صفقة ضخمة، تمام، كتر خيرك، ألف مبروك، ربنا يتمم بخير. مصر قصاد كيانات كبرى، مين الكيانات الكبرى؟ مين دول؟ انت عامل صفقة مع مين؟ انت عامل ايه؟ انت يعني انت بتعلني ايه دلوقتي؟ هو بيقولك احنا نجحنا في جذب استثمارات ضخمة، من مين؟ بكام؟ منين؟ ما نعرفش. الاستثمارات الضخمة دي فورا كده اول ما اعلن جابت لنا ثقة الكيانات الكبرى. مين الكيانات دي؟ ومين اللي قال انها كبرى؟ وكبرى في اي بلد؟ وكبرى في اي حتة؟ ما احنا محتاجين نعرف. طيب كمان بعدها فورا فورا اول ما وقع الاستثمارات وثقة الكيانات الكبرى رجعت، وفر مئات الالاف من الفرص. فين ده؟ في انهي مشاريع؟ ما نعرفش. طب الاكتر من كده، مجرد ما مضى ووفر مش عارف ايه وجاب الثقة حصلت انتعاشة اقتصادية. طب ما يا جماعة ما كفاية فنكوش بقى، انت بتقول الكلام ده بأمارة ايه؟ ده الاكتر من كده، قال لك انه يتم مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية. الله، مين المصانع اللي هتشارك؟ مين الشركات اللي هتشارك؟ هتشارك بصفاتها ايه؟ اللي انت عملته ده بيع ولا استثمار؟ اللي انت عملته ده بيع ولا حق انتفاع؟ انت بعت ايه واحنا مش موجودين؟ فاكر سعيد صالح لما دخل على يونس شلبي هو احمد زكي واختهم في العيال كبرت، وقال له احنا كلنا كنا بره وسبناك مع ماما، قلت ايه؟ اهو بالظبط كده، احنا كلنا كنا بندور على السكر وبندور على الدولار وسبناك قاعد مع الكيانات الكبرى، بعت ايه؟ هو ده السؤال، ده السؤال المفروض يتسأل في مدينة الانتاج. بالمناسبة انسى يا عمي انا اسمي ايه، انسى اللوجو اللي موجود، انسى مكملين، انسى اخر كلام، بس اوعى تنسى انك مصري، اوعى تنسى ان دي ارضك، اوعى تنسى ان دي مقدراتك، اوعى تنسى ان دي موارد الدولة بتاعتك مش بتاعتهم. هما مش اوصية على موارد الدولة، مش اوصية على الارض بتاعت الدولة. ده راجل دجال زي الدكتور بتاع الفنكوش بالظبط، بيدور على الفنكوش اللي مش موجود وبيبيع لك الفنكوش اللي مش موجود. ولو كان في حاجة فعلا موجودة اتباعت هيعلنوا عنها، فاحنا لازم نسأل هي ايه. لكن اكتر كلمة لفتت انتباهي ودي اللي جابت لي الحقيقة فكرة موضوع التعبير، مزايا متعددة للدولة المصرية. تحس ان دي عارف علبة دواء بيحاولوا يبيعوها او منتج مثلا من مستحضرات التجميل. مزايا متعددة للبشرة، مزايا متعددة للبشرة الدهنية والشعر الجاف، مزايا متعددة لنضارة البشرة، مزايا متعددة يا جماعة انتوا مش بتبيعوا منتج يعني صن بلوك، انت بتكلم على بلد. المزايا متعددة اللي هي ايه؟ ايه المزايا دي؟ احنا استفدنا ايه؟ الدولة استفادت ايه؟ المواطن المصري استفاد ايه؟ الحقيقة مش عارف. لكن في موضوع التعبير بتاع الراجل بتاع الفنكوش اللي ورايا ده، عدد لنا مجموعة من المكاسب. ايه المكاسب يا جماعة اللي قالها السيد مصطفى مدبولي؟ قالك ان احنا دخلنا سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لا نعرف كام ولا دخلت فين ولا هتعمل ايه ولا اي حاجة. كمان ده ساهم في استقرار سوق النقد الدولي على طول مباشرة، دلوقتي الدولار انهار. وكمان تحسين الوضع الاقتصادي. اللي هو ايه الوضع الاقتصادي؟ ايه مفهومه؟ يعني ايه الوضع الاقتصادي يا دكتور مصطفى؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الجنيه، اللي هو سعر السكر اللي النهارده ب 64 جنيه، اللي هو سعر الثوم، اللي هو سعر البصل، سعر الرز، سعر اللبن، سعر السجاير، سعر البن، سعر الشاي. ايه هو تحسين الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي اللي هو اي وضع، معلش يا مؤاخذه يعني في الكلمه ان احنا بنقول وضع، اي وضع ده؟ وتحسن ازاي وبأمارة ايه؟ البنك المركزي خلاص دلوقتي فيه فلوس، فالدولار نزل قدام الجنيه رسمي، سيطرت على السوق السوداء. مجموعة من الأسئلة التي يجب أن تطرح الآن في حظيرة الدواجن في مدينة الإنتاج الإعلامي. لكن بما أنها مش هتطرح، لأن ده مش إعلام مصري، ده إعلام أجهزة أمنية لا ينطق باسم الشعب المصري، فده دوري أنا هنا.
ده دورنا احنا هنا ان احنا نطرح الاسئله المفترض الاعلام المصري يواجه بيها راس الحكومه المصريه او الدكتور مدبولي او الدكتور فنكوش. عندنا مجموعه من الاسئله المهمه الحقيقه اللي كلنا لازم نسالها. ايه هي الكيانات الكبرى؟ مين؟ انا من حقي كمواطن مصري، من حقي كاعلام مصري، من حقي كبرلمان مصري ان انا اعرف انت كحكومه بتوقع مع مين؟ الكيانات الكبرى دي اماراتيه؟ لازم ادور ورا الكيانات دي هل ليها شراكات في اسرائيل ولا لا؟ لازم ادور ورا الكيانات دي هل ليها شراكات مع دول بالنسبه لي خطر على الامن القومي ولا لا؟ لازم اشوف انا بدخل مستثمر اجنبي ايه اصله وايه فصله؟ الكيان ده تبع ايه؟ الكيان ده ايه تاريخه؟ الكيان ده معانا ولا علينا؟ الكيان ده عدو ولا حبيب؟ مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ولا احنا بنيجي اي حد شايل شنطه فلوس بنقعد معاه ونقول له هات يا بيه الشنطه، خد يا بيه الارض، يلا توكل على الله، حلال عليك البلد. ما هو ده ما بيحصلش وما ينفعش يحصل، ولو حصل فهو غلط، ولو غلط لازم يتصلح. عشان كده بقول لك الكلام ده بعيدا عن الموقف السياسي من هذه الشرذمه مصطفى مدبولي وسيء الذكر عبد الفتاح السيسي. دلوقتي بنتكلم على بلد، الجماعه خارجين فرحانين ان هم باعوا البلد. العنوان العريض النهاردة زغرته يا جماعة بعنا مصر. مصطفى مدبولي خارج النهاردة يقول لك انتوا ليه مش فرحانين، ده احنا بعنا البلد. انا المفروض افرح لانك بعت البلد؟ اه لان انا محتاج دولار. وانا مالي انت محتاج دولار؟ انت راجل فاشل، ضيعت كل الدولارات اللي دخلت لك في العشر سنين اللي فاتوا، جاي دلوقتي تبيع البلد وتقول المفروض افرح؟ لا مش المفروض افرح، المفروض اسأل ايه هو حجم الصفقة؟ الصفقة دي بكام؟ 22 مليار بتوع راس الحكمة اللي اتكلمتوا عنهم، واللي دلوقتي الأذرع بتاعتكم دايرة تبشر وتقول بعنا راس الحكمة 22 مليار. 22 مليار دول، ده السؤال الثالث، مقابل ايه؟ مقابل ايه يا دكتور مصطفى؟ بعتوا ايه مقابل ال 22 مليار؟ بعتوا أرض مصر؟ بعتوا أرض راس الحكمة؟ ولا اديتوها حق انتفاع؟ ايه آلية الاستفادة؟ المستثمر الكيانات الكبرى استفادت ايه؟ خد منك الارض، دفع لك 22 مليار، خد الارض ايه بقى؟ اشتراها؟ ايراد راس الحكمه كله رايح له؟ لما اتكلمنا على راس الحكمه زمان وقلنا مش عارف، طلع لا مفيش بيع، ما بنبيعش، مش عارف ايه، دلوقتي احنا اهو عملنا الاستثمارات وخلاص. بعدين اخر سؤال اللي انا عارف ان هو ما ينفعش اساله لواحد زي مصطفى مدبولي ولا عبد الفتاح السيسي، لكن لازم اساله، هو ايه الجدول الزمني للمشروعات دي؟ يعني انت بتقول خلاص احنا عملنا مشروع، دخل استثمارات، جاب لنا ثقة الكيانات، المشروع ده هيخلص في كام سنة؟ الفلوس دي هتدفع مرة واحدة ولا على أقساط؟ الفلوس اللي هتدفع دي هتروح فين؟ على قد إيه؟ هتصلح بيها إيه وهتسيب إيه؟ الراجل اللي داخل المستثمر الأجنبي ده هل ليه حاجات تانية هيمدد فيها استثماراته؟ هل في أراضي تانية هتتباع؟ هتقولوا لنا الكلام ده إمتى؟ وهتقولوه كأنه إقرار واقع ولا هيعرض على البرلمان عشان يقول ده صح وده غلط على أساس أن عندنا برلمان؟ الإعلام والمجتمع المدني ليه حق النقاش والمشاركة ويقول آه ويقول لا ولا احنا متفرجين؟ دي كلها أسئلة لازم أنت كمواطن مصري تسألها للناس دي. بلدك بتتباع قدام عينك، الجماعة بيبيعوا راس الحكمة قدام عينك، كل ايراداتها وكل فلوسها وكل حاجتها هتروح للكيانات الكبرى، بين قوسين الاماراتيه، اللي وراها اسرائيل. يعني ممكن هقول الكلمه اللي انا بكررها يمكن الاسبوع ده قلتها اكتر من اربع مرات، هنصحى في يوم الصبح هنلاقي مرشات عسكريه وقران، بس مش هنلاقي مصطفى مدبولي بيقول بيان، هنلاقي بيان بيقول ان عبد الفتاح السيسي مش موجود. لو ده حصل والبيان ده تم وفوجئنا كلنا ان عبد الفتاح السيسي مش موجود، هنبص شمال هنلاقي راس الحكمه فيها اسرائيليين، وهنلاقي شركات اماراتيه وراها اسرائيل، وهنلاقي الحته الثانيه السعوديه خدتها، وهنلاقي الحته الثالثه الكويت اشترتها، وهنصحى مش هنسال على سيء الذكر، هنقول كذا وراح، بس هنسال على مصر، وهنقول مصر فين يا جماعه؟ اراضينا فين؟ مواردنا فين؟ الأماكن اللي كانت جنة الله في الأرض عندنا في مصر زي راس الحكمة راحت فين؟ مين الناس دي؟ الناس دول بيعملوا إيه هنا؟ الأرض دي ليه مش بتاعتنا؟ إيرادها ليه مش جاي لنا؟ مين اللي شغالين في الأرض دي؟ ليه مش موظفين مصريين؟ مئات الآلاف من فرص العمل، أنت متأكد يا مصطفى مدبولي إن مئات الآلاف من فرص العمل المصرية
ولا الإماراتية ولا الإسرائيلية ولا السعودية ولا أي دولة تانية. لازم النهاردة نسأل 1000 سؤال، لأن الحقيقة الشعب المصري مش بعير. احنا مش عايشين في حظيرة بيقودها عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي، بيعملوا اللي هم عايزينه وبيطلع الناس في الانتاج الإعلامي يطبلوا والشعب المصري ساكت. ما ينفعش الناس تسكت. اللي بيحصل في راس الحكمة هيحصل في مطروح، هيحصل في اسكندرية، هيحصل في بورسعيد، هيحصل في راس البرة، هيحصل في العريش، هيحصل تحت في الأقصر وأسوان. الراجل عريان، الراجل ما بقاش عنده حاجة غير أرض بلدك، غير أرضك، غير أرض أولادك. الراجل بيبيع فنادق زي ما اتكلمنا مبارح بيعني تمن بخس، لأنه مش معاه. وهيبدأ يبيع أرض بلدك. هيطلع الأفاقين اللي في مصر النهاردة يقولك هو أنتوا مش عاجبكوا حاجة؟ إحنا قلنا لكم إن إحنا مش هنسقط. يا ابني هو أنت فاهم السقوط إيه؟ إنه النظام ما يسقطش؟ ما هو النظام ده هياخدك وهيغور في داهية، يعني طالت المدة أو قصرت أنتوا كلكم رايحين في 60 داهية إن شاء الله يعني قريبا. لكن البلد دي، البلد دي أنت بعد النظام ده هتدور على حذاء لنظام جديد تلعقه أو تبقى في رجله، مش هتلاقي، لأن مش هيكون في بلد. ساعتها بقى روح للإمارات أو الكيانات الكبرى اللي وراها إسرائيل عشان تبقى حذاء في رجليهم. دي حاجة رجعالك يعني، أنت وضميرك وكرامتك. لكن ما يحدث وما حدث مش بس فنكوش زي ما بنتكلم، لكن هو خيانة عظمى. مصر بتتباع يا 109 مليون مصري قدام حضراتكم، والمفروض أن أنتوا تفرحوا. في خبر منتشر من امبارح عامل برضو أزمة كبيرة قوي، وهو فكرة ان السعودية بتبعت لنا 25,000 ذبيحة من لحوم الأضاحي. ناس ربطت الخبر بان احنا في وضع اقتصادي صعب، وبان احنا فقراء، بان احنا عندنا مشاكل، وبان كيلو اللحمة بقى ب500 جنيه او عدى 500 جنيه، فالسعودية بتمن علينا. ناس دخلت في معركة مع الأشقاء في السعودية عن التكية المصرية، وقد إيه إحنا كنا ناس جامدين جدا، وكنا بنصرف عليكم يا فقراء، وبنبعت لكم كسوة الكعبة، وكنا 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 وكانوا. وبعدين إخواننا السعوديين قاموا طالعين بكلمة التكية السعودية، وإن أنتوا جعانين وما عندكوش لحمة وإحنا بنبعت لكم اللحمة. وبدأت الناس تنشر الصورة دي من هنا، وناس ترد عليها بالصورة دي من هنا. دول يجيبوا فيديو قديم، دول يطلعوا لهم فيديو قديم. لكن الحقيقة إن الخبر ملوش علاقة بالخناقة دي أصلا. الخبر الحقيقة وإن كان لمس يعني عرق كده أو وتر حساس عند المصريين والسعوديين، إلا أن القصة مختلفة يا جماعة. تعالوا كده بموضوعية وهدوء نفهم إيه قصة 25,000 ذبيحة اللي السعودية بعتتهم لمصر امبارح أو سلمتهم امبارح. طيب دي التغريدات. قبل التغريدات لو الخبر معانا لو سمحتوا نطلع الخبر على طول بتاع السفير السعودي. السفير النقلي يسلم مصر وفلسطين حصتيهما من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد النقلي في مقر السفارة المصرية سلم مصر وفلسطين الحصة بتاعتهم من اللحوم أو الهدي والأضاحي. ممثل مصر، ونفتكر الاسم ده كويس لأن هنجيله بعد شوية، هو اللواء محمد رضا، وسفير دولة فلسطين كان موجود كمان ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وتسلم الحصة. فلسطين كان لها 30,000 ذبيحة ومصر لها 25,000 ذبيحة. جميل جدا. هل القصة دي ليها علاقة بالفقر والغنى؟ ليها علاقة بالمنة والفضل؟ ليها علاقة بالتاريخ والحاضر؟ ليها علاقة بالغنى والفقر؟ ليها علاقة ان السعودية غنية واحنا فقراء؟ ولا الموضوع ده ليه جذور تاريخية لازم نتكلم فيها؟ الحقيقة ان الموضوع ليه جذور تاريخية ولازم نقولها قبل ما الناس تندفع وتتكلم وتقول لك امسك والسيسي عمل والسعودية واحنا دي اهانة ومش اهانة وبتاع. تعالوا نستعرض بعض المعلومات ونوصل في الآخر للخلاصة اللي انت هتحكم فيها الموضوع عبارة عن ايه. طيب احنا بنتكلم على ايه؟ على مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. مشروع اسمه أضاحي،
هو مشروع خيري غير ربحي أنشئ عام 1983، يعني بعد تولي مبارك بسنتين. الموضوع ملوش علاقة بالسيسي، معرفش السيسي كان فين أيامها. السعودية في الوقت ده عملت شراكة مع أو رعاية مع البنك الإسلامي للتنمية، وكانت الفكرة الأساسية في المشروع ده إن هم يعملوا أداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة والوصية نيابة عمن يرغب من المسلمين. يعني حضرتك رايح السعودية عشان تحج، فأنت بتروح تدفع لمشروع الأضاحي ده اللي من سنة 1983، وتقول لهم أنتوا اعملوا لي الهدي أو الأضحية أو أيا كان، وهم يتولوا القصة دي. طيب، على الموقع الرسمي لمشروع أضاحي هم كاتبين إيه؟ برضو لأن دي نقطة يمكن تفسر لنا الزعل اللي الشعب المصري زعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي. قالوا إيه؟ غير أن تتولى السعودية الذبح، قالوا توزع اللحوم كل عام على فقراء الحرم. موجودة هنا. طيب، توزع اللحوم كل عام على فقراء الحرم، ويتم نقل الفائض تخزينه وإرساله للمستحقين في 25 دولة عربية وإسلامية. لكن الجملة اللي قالوها بالضبط إلى فقراء المسلمين أو الدول الفقيرة المحتاجة للموضوع ده من الدول العربية والإسلامية. فالسعودية هنا قالت إيه؟ قالت إنها هتبعت لفقراء الحرم في الأول، وبعد كده هتبعت لمين؟ بعد كده هتبعت للدول الفقيرة المحتاجة. مين يا جماعة الدول الفقيرة المحتاجة؟ الحقيقة إن إحنا بنلاقي إن مصر موجودة، فلسطين، الأردن، لبنان، تنزانيا، موزمبيق، السنغال، وعدد آخر من الدول العربية والإسلامية. فالمملكة العربية السعودية هنا بتوزع على هذه الدول وبتبعت لهم اللحوم يعني أو الذبائح كل سنة. الطاقة الاستيعابية للمشروع حوالي 1.5 مليون رأس من الأغنام، وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار، وبيستفيد منه عدد من الدول. لازم أقول شوية معلومات مهمة ذكرت في عدد من التقارير الصحفية. المشرف على المشروع ده بتاع أضاحي في المملكة العربية السعودية سنة 2019 كان في القاهرة، اسمه تقريبا رحيمي أو رحمي على ما أتذكر، قال إن 80% من المزارع أو المذابح اللي هم عاملينها في المشروع ده، تقريبا 8 أو 7، 80% من اللي شغالين فيها مصريين، وإن الأطباء اللي بيشرفوا على الغنم والبقر والحاجة والجمال نسبة كبيرة منهم من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. وبالتالي هو مشروع فيه تكامل، فيه تضامن، فيه تكافل. وبالمناسبة كلمة التكافل ذكرت أكثر من مرة على لسان مسؤولين سعوديين عن هذا المشروع، أن الهدف الأساسي هو إحياء فضيلة التكافل بين المسلمين. فأنت لما بتيجي تدفع للسعودية في المشروع ده عشان هم يذبحوا، فهم بيذبحوا بيوزعوا لفقراء المسلمين. حظنا دلوقتي أن مصر للأسف مع عبد الفتاح السيسي على رأسها بطحة اسمها الفقر والجوع. ما هو إحنا مش هننكر حاجة زي كده. فلما شفنا الصورة مبارح، نطلع الصورة بقى، الصورة دي الحقيقة أزعجت الشعب المصري كله، أزعجت ناس كتيرة جدا. الصورة دي نشرت للسفير السعودي واللواء محمد رضا والسفير الفلسطيني في السفارة السعودية، وهم بيوقعوا على استلام لحوم الأضاحي. لما شفنا الصورة دي واتنشرت في الإعلام السعودي، بالتأكيد المصريين انزعجوا. ليه؟ أنت شايف لواء هو يعني بيمضي، بس يعني موطي شوية لتحت كده وقاعد وبيمضي، والراجل السعودي قاعد معاه وبيقول له إن إحنا بنسلم مصر 25 ألف ذبيحة. يعني حظ المشروع الوحش إنه جاي في وقت كيلو اللحمة عدى 500 جنيه، فالناس طبعا ربطت. يعني السعودية دلوقتي بتدينا فلوس، شفت يا سيسي منك للي انت عملت فينا ايه، شفت وضعنا، شفت الإهانة، شفت المهانة. لا بقى، ده احنا كنا وكانت التكية المصرية وكنا بنصرف عليكم، واوعى تنسى نفسك. فالجماعة في السعودية زعلوا طبعا، فخدوا الموضوع كمان انه منا وفضل، ده احنا بنبعت لك لحمة يا جعان يا مش وقلبت خناقة في موضوع اصلا ملوش علاقة بالقصة دي. موضوع من سنة 1983 يا جماعة، موضوع مستمر. كون ان انت موجود ضمن الدول دي حاجة نتكلم فيها. ليه مصر موجودة من ضمن الدول دي؟ ده سؤال مهم. يعني اذا كانت السعودية شايفة انها بتبعت للدول الفقيرة او المحتاجة، فهل احنا محتاجين؟ بالمناسبة حصة مصر بتزيد على مدار السنوات الماضية، يعني من 5 أو 6 سنين كانت حصة مصر حوالي 10,000 ذبيحة، زاد الموضوع في 2022 وصل ل 12,000 ذبيحة وفقا لتقرير بالفيديو نشرته قناة العربية. السنة دي وصلنا ل 25,000 ذبيحة. مين اللي بيحدد الرقم؟ على أساس إيه؟
عدد الفقراء والمحتاجين في مصر. مصر اللي بتحدد، مين الهيئة اللي بتحدد في مصر احنا محتاجين كام؟ دي كلها أسئلة بتخلينا نروح للراجل ده. مين ده يا جماعة؟ هل حضرتك شفت هذا الوجه قبل ذلك؟ هل الراجل ده قبل كده؟ لا يا جماعة، خلونا في الصورة بس قبل ما نتكلم عن اللي هو محمد رضا. هل الراجل ده حضرتك شفته قبل كده في وزارة الخارجية؟ شفته قبل كده في وزارة التموين؟ شفته قبل كده بيتكلم عن أي حاجة ليها علاقة باللحوم مثلا؟ الحقيقة لا. في غرفة الدواجن؟ لا. في غرفة اللحوم؟ لا. هو في غرفة هنعرفها دلوقتي بس ملوش علاقة بالكلام. ليه الراجل ده اللي موجود هنا؟ مين الراجل ده؟ نشوف بقى مع بعض من هو اللواء محمد رضا داود. اللواء محمد رضا داود ممثل مصر اللي تسلم الأضاحي. حذر فذر، لواء داخلية؟ لا طبعا مش داخلية. اللواء أركان حرب محمد رضا داود الغمراوي. اللواء محمد رضا داود الغمراوي هو ضابط سابق في القوات المسلحة المصرية. لازم طبعا يبقى ضابط في القوات المسلحة المصرية، أما يكون ضابط فين؟ الراجل ده هو عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. فالراجل موجود في غرفة، هم من الغرف مش دواجن ولا لحوم، لكن في غرفة شركات السياحة. الراجل ده من رجال القوات المسلحة السابقين اللي مسيطر على موضوع السياحة ومتواجد فيه بشكل كبير جدا. هو رئيس مجلس إدارة شركة اسمها لاكي تورز الحكومية، ده نقلا عن صحيفة الشروق. الشركة دي تعتبر الحوت بتاع رحلات الحج والعمرة ورحلات الحج للأقباط للقدس. الراجل ده والشركة دي مسيطرة على الموضوع بشكل كبير جدا ومريب جدا، وهو اللي متولي كل حاجة تقريبا أو نسبة كبيرة من موضوع رحلات الحج والعمرة. في نقطة غريبة شوية، الشركة بتاعته لاكي تورز دي كانت هي المسؤولة عن موضوع نقل مشجعي الأهلي للمغرب السنة اللي فاتت في النهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت حصلت فضيحة تذاكر كبيرة قوي، رحلات مجانية بعدين طلعت بفلوس. في الوقت ده كان في كلام انه كان السبونسر اصلا بتاع النادي الاهلي هو الحاج ابراهيم العرجاني، فشمعنا شركة لاكي تورز هي اللي تدخل تاخد مشجع الاهلي في الوقت ده دونا عن الناس كلها اذا كانت هي متخصصة في رحلات الحج والعمرة؟ ما هو مشجع الاهلي لا كانوا هم مسلمين طالعين يحجوا في المغرب ولا اقباط طالعين يحجوا في القدس، يعني ما رايحين يشجعوا، شمعنا الشركة دي؟ هل اللي هو محمد رضا داود له علاقة بالحاج ابراهيم العرجاني وبالتالي سهل له حاجة زي كده؟ ده سؤال برضو بنطرحه، الحقيقة ما عنديش معلومة، لكن ده مجرد تساؤل. الراجل ده بكل السي في ده هو اللي تسلم نيابة عن مصر، ومعرفش ليه بصراحة، الذبائح أو 25,000 ذبيحة من المملكة العربية السعودية. فدي حكاية اللي هو محمد رضا داود اللي احنا مش عارفين هو مين، لكن يكفيك أن تعلم بعد المعلومات دي إن لو محمد رضا داود بيحب أحمد موسى قوي، يعني ده كفاية الحقيقة في السي في بتاعه. نتابع. أسعد الله مساك أحمد بيه، أسعد الله مساك. هل تابعت الرسائل اللي كانت بتتبعت للناس؟ فعلا أنا وصلتني يعني كوبي من الرسائل دي. أيفا. وطبعا إحنا لو تسمح لي وإنت في قمة يا بتكلم من قلبك وروحك، أشكرك على الروح اللي إنت بتكلم بيها اللي وصلت لقلبي. أنا شخصياً وأنا راجل فوق 70 سنة حقيقةً، أنت مفيش كلمة قلتها إلا أنا مست قلوب المصريين، وأنا واحد من 100 مليون حقيقي في كل كلمة قلتها يا أحمد بيه، الصدق والأمانة. فتخيل أن الراجل اللي شاف أحمد موسى بيمثل 100 وكام مليون وكلامه من القلب وبيوصل للقلب، هو ده الراجل اللي مثل مصر في استقبال 25,000 ذبيحة. أنا بقول الكلام ده عشان تطمن، عشان حضرتك تشعر أن أنت في أيد لا أمينة ولا نيلة ولا ليه علاقة لا بالأمن ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بأي حاجة خالص. راجل شايف أن أحمد موسى مثل وقدوة، فحضرتك لك أن تتخيل اللي هيجي بعد كده يعني. فده يمكن بيجاوبنا على سؤال ليه اللي هو محمد رضا داود هو اللي بيمثل مصر وهو رجل ذو خلفية عسكرية. النقطة التانية اللي تهم كل الناس، احنا دلوقتي عندنا أزمة لحمة مش كده؟ وده خلينا مرة واحدة 25,000 ذبيحة مجانا، صح كده؟ 25,000 ذبيحة مجانا. المفروض الكلام ده يتوزع، اللي استلمه لواء سابق في الجيش عنده شركة سياحة مريبة معرفش ليه علاقة ابراهيم العرجاني ولا لا، اللي هو صاحب محمود السيسي. بس انت اكيد بتسأل هي اللحمة دي مين اللي هيستلمها؟ مش كده؟
تعال نرجع مع بعض لسنة 2019 للخبر اللي نشره موقع اليوم السابع اللي بيتكلم عن توقيع بروتوكول ما بين مصر والسعودية له علاقة بالمشروع بتاع الأضاحي. ليه علاقة هو للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي. وقعوا بروتوكول التعاون بين مصر والسعودية للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي عبر توزيع منافذ تمكن حجاج بيت الله الحرام من شراء السكوك في مصر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومشعري منى وعرفات. الفكرة هنا فين قبل ما نشوف مين المسؤول بقى عن التوصيل؟ إن هم عملوا اتفاقية إن السكوك موجودة ممكن تشتريها من مصر، تدفع الفلوس في مصر قبل ما تروح السعودية، والأمور سهلة. أيامها في واحد اسمه تقريبا يحيى دودار مسؤول المديريات في الأوقاف طلع في الاتفاقية دي وقال إنه فخور جدا إنه بيمثل مصر فيها، وإن الأوقاف أفتت بجواز وإنه الموضوع حلال إن أنت تروح تجيب السكوك دي، وإن المشروع ده عظيم جدا عشان يوفر اللحمة لفقراء مصر وفقراء المسلمين. حلو الكلام؟ مين بقى الجهة اللي في مصر اللي بتستلم اللحوم اللي جاية من السعودية وبتوزعها على الشعب المصري؟ هنا المفاجأة. نشوف مع بعض. وأوضح شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بإيه؟ بصندوق تحيا مصر. الحمد لله على السلامة يا أستاذ شادي، هو ده اللي احنا كنا مستنيين. ما هو أكيد لحمة جاية من السعودية بالمجان، ما فيش يعني أحسن من صندوق تحيا مصر اللي يستلمها. بيقول الأستاذ شادي إن دور الصندوق في المشروع هو التوزيع والوصول للفئات الأكثر احتياجا في كافة المحافظات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ما عرفش اللي هي مين، من خلال قواعد البيانات للأسر الفقيرة المسجلة داخل الجمعيات. ودور الصندوق هو توزيع اللحوم وفقا للكشوف ومتابعة التنفيذ والتوزيع. وكان بيقول لدينا تجربة سابقة من خلال توزيع لحوم بوزن 800 طن في 17 محافظة. يعني إيه؟ نفهم بقى كده اللي حصل. السعودية جابت 25,000 ذبيحة، اللي هو محمد رضا بتاع الجيش بتاع شركة السياحة المريبة اللي يمكن يبقى ليها علاقة بالعرجاني هو اللي استلم اللحوم دي نيابة عن مصر. هيسلمها لمين؟ هيسلمها لشادي سالم بتاع مين؟ بتاع صندوق تحيا مصر، عشان تحيا مصر تكلم الجمعيات اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي برضو تبع الاتحاد المصري الوطني التنموي للجمعيات، اللي هو حاجة السيسي عاملها لم فيها كل منظمات المجتمع المدني عشان يشوفوا حضرتك مستحقة أو لأ، لأن أنت متسجل عنهم عشان يدوا لك اللحمة. فلو أن هذه اللحوم ظهرت فجأة في منافذ بيع القوات المسلحة المفروض توصلك ببلاش، بس ظهرت عند القوات المسلحة حضرتك ما تستغربش. لو اللحوم دي ظهرت في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة مع أنها مفروض ببلاش حضرتك ما تستغربش. لو اللحوم دي اتباعت لحضرتك الكيلو ب 500 جنيه او اكتر برضو حضرتك ما تستغربش. ليه؟ لانه القصه داخل فيها الجيش وداخل فيها صندوق تحيا مصر بشكل كبير جدا، وده بالتالي بيحط الف علامه استفهام حوالين ثلاث حاجات. النقطه الاولى، مين اللي هو محمد رضا داوود وايه دوره؟ ايه علاقته وعلاقه شركته بابراهيم العرجاني؟ والنقطه الثالثه والاخيره هي ايه؟ هي صندوق تحيا مصر. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا. الإعلام المصري بيتكلم معانا انه الدول لازم تتعلم من مصر ومن فخامة سيء الذكر عبد الفتاح السيسي ازاي يحافظوا على الحدود بتاعتها. بيضرب المثل طبعا بموضوع غزة وازاي احنا قادرين نحافظ على الحدود بتاعتنا ورافضين التهجير ورافضين الكلام الفارغ بتاع اسرائيل ده كله. نتابع. اتعلموا، وهقول لكم تقرير بعد شوية، تتعلموا من مصر ازاي بتحمي حدودها. ده هم اللي قايلين مش احنا. الاعلام الصهيوني هو اللي كانت عاملين تقرير طويل. اتعلموا من مصر ازاي بتأمن حدودها. طب ده يديك ايه؟ يديك ايه الكلام ده؟ يديك حاجة مهمة جدا. كل واحد عنده التزام في عمله، وعندنا تحدي. طبعا ما بقولكش ما عنديش تحدي، ولكن التحدي اللي قدامنا ده وانا بشرح لحضرتك وبجيب لك هنا وهنا وهنا تبقى عارف كويس قوي، حكايه امريكا مش حد. لازم الحقيقه العالم كله يتعلم من تجربه فخامه سيد رئيس كمان الذكر عبد الفتاح السيسي. والله ما زعلكم، طلعوا فيديو عزة مصطفى. خلاص هكمل الجمله بعد فيديو عزة مصطفى. طلعوا نسمع عزة مصطفى قالت ايه. سيد الرئيس كمان قال انه امن مصر القومي مسؤوليته الاولى، وقال
لا تهاون او تفريط في امن مصر القومي تحت اي ظرف، وان الشعب المصري يجب ان يكون واعي بتداعيات الموقف ومدرك لحجم التهديد. خلينا نخلص كل الفيديوهات عشان اعرف اتكلم بعد كده براحتي، وانا متاكد ما فيش اي فيديوهات تاني. خلينا نسمع احمد موسى كمان وهو بيتكلم عن امن مصر، والقناه الاولى كمان وهي بتتكلم على امن مصر. ولا تهاون او تفريط في امن مصر القومي مسؤولياتي الاولى، ولا تهاون او تفريط فيه تحت اي ظرف. هنا اؤكد مره اخرى ومره رابعه على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، امن مصر القومي مسؤولياتي الاولى، ولا تهاون او تفريط فيه تحت اي ظرف. في الوقت ذاته اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان امن مصر القومي مسؤوليته الاولى، وانه لا تهاون او تفريط فيه تحت اي ظرف. وشدد الرئيس السيسي في تصريحات له على ان الشعب المصري يجب ان يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديدات. واضاف سيادته ان مصر لا تتخلى عن التزاماتها بالقضايا العربيه وعلى راسها القضيه. طيب دي كده كل الفيديوهات اللي معانا. الجماعه بيتكلموا عن امن مصر، والرئيس السيسي قال على امن مصر واكد، وتعلموا يا جماعه حمايه الامن القومي. تمام، دي روايتهم هم، تعالوا نشوف روايتنا احنا بتقول ايه. تعالوا نشوف الراجل ده فعلا سيء الذكر حافظ على امن القوم المصري، مش بس في غزه يعني، بشكل عام في العشر سنين اللي فاتوا ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. لو بدانا نتكلم عن الامن القومي في عهد السيسي، العنوان العريض حدود وحقوق مستباحه، وده الحقيقه عنوان يعني معبر جدا عن الحقبه السيئه لفخامته. تيران وصنافير، ده كان تفريط في اصول استراتيجيه في ارضك للمملكه العربيه السعوديه، وكلنا فاكرين ان الرئيس اللي بيحافظ على الامن القومي والرئيس اللي بيخاف على الحدود والعالم لازم يتعلم منه، طلع قال وقفل الموضوع ان والدته قالت له هو صغير ما تبصش في الحاجه اللي في ايد غيرك، فهو اعتبر ان تيران وصنافير في ايد السعوديه وما بصلهاش. سد النهضة لما راح عمل اتفاقية المبادئ، واللي أثيوبيا دلوقتي بتعتمد عليها في كل المفاوضات بتاعتها والكلام بتاعها، وبالتالي راح رفع إيديه زي اللي يعني كذا وقال لك كونوا مطمئنين تماما. الموانئ المصرية اللي بيتم التفريط فيها لصالح الإمارات بحق انتفاع ل 25 و30 سنة و15 سنة وأرقام مخيفة جدا، هل ده حفاظ على الأمن القومي المصري؟ هل ده حماية للحدود المصرية؟ هل دي تجربة يتعلم منها العالم؟ ولا دي حاجة تنفع تكون في برنامج ساخر إزاي تدمر بلدك في سبع خطوات الخامسة ستبهرك؟ بيع وتصفية شركات القطاع العام لصالح قوى إقليمية يفترض أنها قوى إقليمية منافسة ليك زي الإمارات والسعودية، لأنه في زمان مضى كانت مصر هي الشقيقة الكبرى وكلمتها مسموعة. الآن مع هذا المسخ سيء الذكر، مصر لم تعد كبرى وإنما تتعاقد مع كيانات كبرى. مصر الآن عندما تتحدث عن الإمارات تصف كيانات الإمارات بالكيانات الكبرى، زي البيان بتاع موضوع التعبير بتاع مصطفى مدبولي، وده بيقول لك الوضع اللي احنا وصلنا له عامل ازاي، انه احنا ما بقيناش كبار. النظام نفسه مقتنع بده، السيسي نفسه شايف نفسه صغير، لما اكبر هضربهم، بنتعامل مع كيانات كبرى، ادونا شهادة ثقة في الاقتصاد بتاعنا لان احنا صغيرين وضعفاء ومحتاجين شهادة ثقة. طيب نكمل. معبر رفح على سبيل المثال للأخ حذاء الأنظمة أحمد موسى، إسرائيل قصفته أربع مرات ويمكن أكتر. الديون المتفاقمة اللي هو رهن قراره السيادي لمعونات من هنا وهناك، لدرجة أن أورو نيوز في التقرير اللي استعرضناه مع بعض امبارح كانت بتقول إسرائيل توقع مع مصر اتفاق جديد لتصدير الغاز إلى القاهرة يبدأ منذ 2025. هل هي ورقة ضغط جديدة؟ العالم ماشي بالطريقة دي، لكن سيء الذكر مش فاهم ده. أخفق في ليبيا وهي حدوده الغربية، ثم أخفق في السودان وأصبحت على حدوده الجنوبية ميليشيات مسلحة مدعومة إماراتيا بقيادة حمدان حمتي. 2014 راح وقع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وده الأمر اللي قلص حدود مصر البحرية الاقتصادية لصالح اليونان، وفي الوقت ده بس كان بيكيد تركيا لان كان عندها مشاكل مع قبرص. دلوقتي هو اتصالح مع تركيا بس الحدود البحريه راحت. نفس القصه اللي بقولها لك، هنصحى في يوم مش هنلاقي هذا الوجه سيء الذكر قدامنا، لكن مش هنلاقي مصر كمان.
لما عمل الترسيم ده مصر تنازلت عن مساحة بتعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر. ده دكتور نايل الشافعي هو اللي كان قال التصريح ده. بسبب الاتفاق فرط السيسي رسميا في حقل غاز ليفياثان لصالح إسرائيل وأفروديت لصالح قبرص اليونانية. في 2018 السيسي وقع اتفاقية مع محمد بن سلمان لتطوير أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي جنوبي سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم السعودي. ودي مشكلة كبيرة جدا الحقيقة، بتقول ان احنا امام راجل بيبيع البلد ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه. دي كانت الخلاصة والرد على الناس اللي بتقول يا جماعة والله الراجل بيحمي الحدود بتاعتنا، الراجل محافظ على حدودنا، الراجل بيحافظ على الامن القومي. اللي بيحافظ على الامن القومي لا يرهن قراره السياسي والاستراتيجي لمساعدات مالية أو عن طريق الغاز أو أي حاجة تاني جاية من إسرائيل أو من الإمارات أو من السعودية، وكلهم بين قوسين منافسين إقليميين لمصر. موقع عربي بوست بينشر تقرير مهم الحقيقة، أعتقد يهم كل مواطن مصري، وهو خطة الحكومة للتقشف. الحكومة أعلنت مجموعة من المشروعات والمبادرات الفنكوشية اللي اتكلمت عنها قبل كده على أنها إنجازات. واضح أن الحالة الاقتصادية مش ولا بد يعني، فهيطلها سياسة التقشف اللي الحكومة بتتكلم فيها. تعالوا نشوف مع بعض عربي بوست قال إيه عن النقطة دي. بيقول لك تشهد الهيئات الحكومية المصرية حالة من الارتباك جراء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، وترتبط بتأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي. لم تحدد الحكومة ماهية المشروعات التي لن يتم استكمالها أو سيتم تعطيل العمل بها، وده أحدث حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية بشأن مشروعات قومية كتيرة جدا بيعمل بها ملايين العمال، وتم تقديرهم وفقا لأرقام غير رسمية ب 12 مليون موظف. يبقى عربي بوست هنا بيقول لك ان في مشروعات شغال فيها 12 مليون بني آدم، فالمشروعات دي مصيرها هيكون ايه. طيب ايه المشروعات اللي تم توقفها؟ ده سؤال مهم. تعالوا نشوف مع بعض ايه المبادرات اللي اعلنوا ان هم هيتوقفوا عن استكمالها. عندك يا سيدي مشروع حياة كريمة هيتوقف مؤقتا عند المرحلة الأولى بعد ما المصريين لا شافوا حياة ولا شافوا كرم. في صعوبات في ضخ كميات أكبر من الغاز مع أزمة الطاقة العالمية في موضوع تصدير الغاز تحديدا. الدولة بتسعى لتصدير الغاز المسال للخارج عشان تحصل على الدولار، وكثير من المناطق اللي بدأ العمل فيها في مبادرة حياة كريمة لا تصلح للسكن حتى الانتهاء منها. المشروعات اللي فيها تطوير البنية التحتية هيتم تعليقها لأنه في مشكلة في ارتفاع قيمة الدولار. ومشروعات الجسور والكباري والمحاور الكبرى ستخضع أيضا للمراجعة بشكل كبير. الخط الخامس من مترو أنفاق القاهرة تم إلغائه بشكل كامل. مشروع الأوتوبيس الترددي بديل للخط الخامس أيضا لن يتم استكماله. الحكومة قررت وقف استيراد عربات نقل السكك الحديد، فده معناه ان عمليات تطوير السكة الحديد هتتوقف. هيكون في لجان اقتصادية مهمتها دراسة جدوى شاملة لأي مشروع جديد، وان الحكومة تصحح رؤيتها بعد تنفيذ مشروعات قومية دون دراسة جدوى. السؤال اللي عايز اسأله حضرتك ونخلي الصورة موجودة يا جماعة، اقرأ كده كم المشروعات اللي موجودة قدام حضرتك. موضوع عربيات النقل، الحاجات دي. الاوتوبيس الترددي ده لما طلع عملوا عليه هيصه قد ايه؟ كل مشروعات الطرق والكباري اللي السيسي قال لك ما فيش دوله من غير طرق وكباري، ولازم تروح المدرسه وتروح المش عارف ايه بطرق وكباري، واصل احنا واصل هم، ولازم نعمل بنيه تحتيه ولازم نعمل طرق ولازم نعمل مترو انفاق وترددي وما ترددي، في الاخر وقف كل ده. في الاخر كل الهكس ده توقف. ليه؟ لأنه ما عملش دراسة جدوى، لأنه الراجل لا يعترف بدراسات الجدوى، هو مش مؤمن بالكلام ده، كلام فارغ.
ما تقوليش دراسة جدوى، احنا شغالين بالدراع، وقت ما خلاص قوتنا بتخلص او فلوسنا بتخلص او المساعدات اللي جالنا بتخلص بنوقف. طب ما انت رميت الفلوس في حاجة مش نافعة، مش مهم، بس مهم ان احنا بدأنا. عارف انت اللي هو بس ايه رأيك في السيستم، بس هو ما فيش فراخ. عارف اللي هو خده وقال له الدور الاول ده بنستقبل فيه الفراخ، الدور الثاني بنعمل فيه الذبح ومش عارف ايه نتف الريش وبعدين التنظيف، الدور الثالث ده طلعوا الدور الثالث بنعمل فيه بقى مش عارف عمليه الايه وبعدين الغسيل والتقطيع، الدور الرابع ده بقى عمليه الباكينج، الدور الخامس بقى خلاص الكراتين بتبقى كويسه جدا. فالراجل قال له بس معلش انا عندي سؤال محرج والله. قال له ايه؟ اتفضل. قال له وفين الفراخ؟ قال له لا هو ما فيش فراخ، بس ايه رايك في السيستم؟ يعني ايه رايك؟ هو لسه الهنجر فاضي، بس هو خمس ادوار والدور الاول كذا، والراجل سيريس جدا يعني، وهنعمل هنا كذا وبنعمل مش عارف ايه والدور الثاني ايه وعندنا كام موظف. يا ابني انا لاقي فراخ ولا لاقي موظفين ولا في صريخ ابن يومين. ايوه ما فيش اي حاجه، بس ايه رايك في السيستم؟ فاحنا بالظبط ماشيين مع عبد الفتاح السيسي بالطريقه دي. احنا ما معناش فلوس وما معناش موازنه وما معناش دراسه جدوى وما معناش اي حاجه، بس يلا نعمل كوبري، يلا نعمل مترو، يلا نعمل ترددي، يلا يا بيه. طب فين الفلوس؟ ما هو ما فيش فلوس، بس ايه رايك في السيستم؟ ما هو هيقف، ما هو السيستم هيقف، ما هو انت مش هتكمل، ما هو انت في الاخر هتجيب ورا، هتبقى رميت القرشين اللي جولك في اي كلام. بس هو يعني حابب يقول لك ان انا عندي سيستم، انا بعمل كباري، انا بعمل طرق، انا ببني حمامات، بس محدش بيدخلها، مش مهم، بس حمامات موجوده يا ابني، محدش بيستخدمها، مش مهم، بس الحمامات موجوده، شكلها حلو، شكلها يفرح، ريحتها حلو، ما ريحتها حلو اللي محدش بيدخل، مش مهم، بس احنا عندنا حمامات. فهو نظام الحمامات، احنا بنبني اي حاجه في اي حته من غير دراسه جدوى، في الاخر بنوقف كل حاجه لان احنا فقراء قوي وما معناش فلوس اصلا. طيب ايه المشروعات اللي كان المفروض يطالها التقشف عشان يبقى الموضوع بجد؟ يعني شوف برغم من كل الكلام اللي انا قلته ده، لكن في حاجات اساسيه لم يطالها هذا التقشف. تعالوا نشوف مع بعض. العاصمة الإدارية الجديدة لصاحبها ومؤسسها سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، اللي النهاردة مصطفى مدبولي كان طالع مع المذيعة في إكسترا نيوز بيقول لها إن العاصمة جميلة وحلوة ما كلفتناش مليل. القطار الكهربائي السريع اللي معرفش مين هيركبه، الطائرات الرئاسية الجديدة وملكة السماء اللي بنص مليار، القصور الرئاسية الجديدة اللي كل شهرين ثلاثة حد يطلع لنا صور من داخل قصر ويقول ان ده قصر جديد للسيسي، مجوهرات عائلة السيسي اللي شفنا جزء منها في فرح ابن او بنت الملك ملك الاردن لما شفنا بنت السيسي لابسة المجوهرات دي، ساعات ودراجات السيسي اللي الناس عملوا عليها بحث ودراسة لحد ما جابوا اصلها وفصلها وتكلفتها وكل حاجة، رواتب وحوافز العسكريين ومشروعات القوات المسلحة المصرية وحوافز شبكات المحسوبية. ليه مش بتوقف الحاجات دي؟ ليه مش بتعمل تقشف على المشروعات دي؟ لو عايز توفر فلوس للبلد صحيح، وقف هذا العبث المستمر والذي لا نهاية له إلا بخراب مصر. انت مش بتبني مصر، انت بتدمر مصر. قولا واحدا، انت النهاردة بدينا الحلقة ببيان بتبيع فيه البلد وبتقول للناس زغرته، وفي نفس الوقت انت بتخرب بيت البلد بباقي المشروعات اللي انت مستمر فيها. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا. بشرى سارة لكل الأطباء الزملاء في جمهورية مصر العربية وكل الأطباء اللي قرروا أنهم يستقيلوا ويسافروا ويهاجروا عشان الظروف المعيشية السيئة والمرتبات المتدنية والمعاشات القليلة. عندنا أخبار مهمة جدا، أن اتحاد المهن الطبية بيوافق على زيادة معاش الأطباء ل 1500 جنيه مرة واحدة. أهو وافق مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من دكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء إن هم يزودوا معاشات أعضاء نقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، البيطريين ل 1500 جنيه شهريا تصرف كل 3 شهور على أن تبدأ الزيادة بداية من شهر أغسطس المقبل. اتحاد المهن الطبية قرر زيادة المعاش في شهر مايو الماضي ليصبح 1350 بدلا من 1000 جنيه. لكن الحقيقة الكلام عن اتحاد المهن الطبية هو كلام عن النقابات. النقابات كتر خيرها بتعمل صناديق خاصة وبتصرف معاشات للأطباء.
لكن هو وضع الدكاترة إيه في مصر؟ يعني المعاشات بتاعت الحكومة أصلاً، الفلوس لو هنقارنها مثلاً وإحنا أسفين إن إحنا بنقارن برجال القوات المسلحة، تعالوا نشوف كده مجموعة من الأرقام المهمة ما بين الفلوس اللي بياخدها الدكاترة سواء شغالين أو معاشات وما بين القوات المسلحة المصري. الأطباء يا سيدي، اتحاد المهن قرر زيادة معاشات الأطباء من 1350 ل 1500 جنيه، ودول تقريبا 24 دولار. معاش الأطباء في وزارة الصحة اللي هو الرسمي بقى 1500 جنيه، لحد مايو 23 كان 1000 جنيه، بعدين طلع ل 1350 جنيه، ده نقلا طبعا عن صدى البلد. على الجانب الآخر العسكريين، في 4 أبريل 2023 السيسي وافق على زيادة للمعاشات بتاعتهم بجميع أنواعها والفئات الخاصة بيها بنسبة 15%، وأنه القانون بتاع السيسي المعاشات العسكريين ما حطش حد أقصى وأعطى أفراد القوات المسلحة الحق في الجمع ما بين معاشين. هيصة يعني، اللي عايز أي حاجة ياخدها مفيش مشكلة، أولادنا في الجيش لازم يتبسطوا. نكمل مجموعة من المفارقات ما بين الدكاترة والعسكريين. 2022 11500 طبيب استقالوا من وزارة الصحة. عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي تقريبا 38% من إجمالي الأطباء. معدل الأطباء في مصر 8.6 طبيب لكل 10,000 مواطن. المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10,000 مواطن. هناك في القوات المسلحة المصرية في مجموعة من الأرقام المهمة، هو مش بيعلن عن المعاشات بتاعة العسكريين، لكن بعض الدراسات الاستقصائية توصلت لحدود المعاشات بتاعة العسكريين. على سبيل المثال، مركز مجموعة الخدمات البحثية نشر دراسة في 2023 قال إن المعاش الأساسي للواء الجيش المصري يقدر ب 1000 دولار، حوالي 62,830 جنيه، ومعاش العميد بالجيش المصري بيقدر بحوالي 560 دولار، يعني حوالي 35,184 جنيه. الأخبار طبعا اللي ما كانتش بتنقطع إن السيسي بيصدق على زيادة معاشات العسكريين دون حدود قصوى زي ما قلت لحضراتكم، وزود موضوع المعاشات بتاعتهم أكتر من مرة في كذا سنة، وأيضا الرواتب بتاعتهم. قبل ما أرحب بضيفي خلينا نسمع السيسي وهو بيتكلم على حاجتين، على مشكلة هجرة الدكاترة ومشكلة قلة الدكاترة، لأنه أعتقد أن أي يعني السبب الرئيسي اللي بيدفع أي دكتور أنه يسيب مصر ويسافر هي الفلوس، أنه بياخد فلوس قليلة. نتابع. اتنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة. يعني ايه؟ في عندنا قضايا كتير جدا جدا. الدكتور بيقول المعدل الطبيعي 2.7 واحنا 1.4، مش كده؟ طيب يعني انت عايز تضاعف عدد المستشفيات اذا كنت انا مش كده ولا مظبوط بالظبط؟ يعني اذا كان عندك النهارده 500 مستشفى مش كده؟ مظبوط. يبقى انت عايزه بكام؟ 1000. طب بكام؟ عشان انت كده عملت ايه؟ عملت المكان الخرسانة، عملت غرفة العمليات، لكن بقى التشغيل الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز اعيش، مش هو عايز اعيش؟ هو انا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ مش قادر. الدكتور وزير الصحة موجود، احنا المفروض تبقى المعايير الطبية يبقى فيه 2.8 دكتور لكل 1000 ولا 10,000؟ لكل 1000. احنا عندنا 1.4. حد يقول لي طب ما الدكاتره بتسيبكم وتمشوا، صحيح؟ طب ليه؟ لان اللي انا بقدمه له اقل من الممكن ان هو ياخده في اي حته في العالم، مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. احنا عندنا نقص فعلا في عدد الدكاتره مقارنه بعدد المواطنين، ولكن يعني طبعا من ضمن العوائق اللي موجوده ان عدم يعني وجود الدخل المناسب للاطباء اللي يجبرهم ان هم يقدروا ان هم يكونوا موجودين في العمل، وبالتالي هم مؤهلين تاهيل عالي جدا وممكن يكونوا بيستقطبوا في كثير من. فاحنا عندنا اعتراف بالمشكله وتوصيف للمشكله، ورأس الدوله بيقول الدكتور بيسيبنا، انا مش عايز، انا مش قادر اديه، وعندنا نقص دكاتره، واتكلم يا خالد. فقال له عندنا نقص والدخل مش مناسب. ايه علاقه ده بالمعاشات؟ علاقه ده بالمرتبات؟ دي اسئله مهمه خلينا ننقلها لضيفي عبر سكايب من لندن، دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق. اهلا بيك دكتور. لو انا عندي رئيس الدوله معترف ان الدكاتره بيسيبونا ويمشوا، وزير الصحه معترف بان هم بيسيبونا ويمشوا عشان الدخل قليل وعندنا نقص في الدكاترة فعلا، لأنه مقارنة بالعالم كله فبياخدوا أكتر في أي مكان،
طيب احنا ليه ما بنحلش المشكله طالما كلنا متفقين ان احنا عندنا مشكله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان حضراتكم والجميع الساده المشاهدين، هو فعلا تخصيف المشكله هو قالها بناحيه جزئيه اللي هو موضوع الاجور او الدخل بصوره عامه. الحقيقه يمكن ده احد اطراف المشكله، وقال ان مش قادر اديك، لكن هو اشار النقطة الثانيه موضوع المستشفيات، عدم وجود مستشفيات كافيه، عدم وجود بنيه تحتيه متكامله لتقديم الخدمه الطبيه على الوجه الاكمل، عدم وجود المجال التدريبي للتدريب والتاهيل والتخصص الطبي بعد البكالوريوس. والحقيقه دي مشكله، لان المهنه الطبيه بتحتاج دراسه علميه يوميا طوال عمر الطبيب، لان متغيرات كتير وبيتعامل مع حياه مريض. امر اخر ايضا اغفله اللي هو الاعتداءات المتكرره على الاطباء في المستشفيات بدون اي حمايه حقيقيه من الدوله، سوء بروتوكولات العمل وتعسف الوظيفه والتنمر، ان الطبيب لو حصل اي مشكله طبيه بيتم سجنه فورا حسب قانون الجنايات. هي حزمه من المشاكل بيعاني منها الطبيب. وان كان بالطبع موضوع الاجر او الدخل يعتبر هو الاشد الحاحا، لان هو الطبيب يعني في اي مكان في العالم بيعمل ساعه عمل معينه وبعدين بيلجا الى الراحه او للمذاكره او تحسين المستوى العلمي. لكن في مصر مع الاسف الطبيب بيعمل في الصباح في مستشفى يتقاضى اجر لا يذكر، وبعد بيضطر يشتغل بقيه اليوم 24 ساعه تانيين في مستوصفات او في عياده خاصه او في مستشفيات خاصه، زي بالظبط متعلق في سايه 24 ساعه، استنزاف مادي وفكري وعقلي دون اي فرصه للاستزادة العلميه ودون اي فرصه للحياه الكريمه. ايوه دي حقيقه فعلا. ولكن هو الحقيقه هنا لما بيتكلم يقول مش قادر اديك، هو الحقيقه هنا الحاجه العجيبه ان هو لما عمل دستور 2014 قال فيه لازم ضمان حياه كريمه للاطباء وللفريق الطبي، واللي هو طبعا الاطباء والتمريض والصحه والصحه والاسنان كل الحزمه الاطقم الطبيه بصوره عامه. ولكن في نفس الوقت لا يوجد تمويل حكومي يكفي لتمويل تلك النسبه، يعني كان يقول 3% تزيد تلقائيا تصل الى المستوى العالمي، كان ده من 10 سنين، ما زالت النسبه هذا العام 1.5% فقط انفاق حكومي على الصحه من اجمالي الموازنه. هذه كلها اشكاليات، ما هي الفكره كلها هي ترتيب اولويات. حضرتك تفضلتم في الفقره السابقه عن موضوع الاسراف الحكومي والاقتصاد والتوفير الحكومي، هي فقه الاولويات الكلام المعروف كله، اين يتم انفاق المال معروف في العالم كله، هما جانبين اساسيين للنهضه، الصحه والتعليم، دول الجناحين اللي بيرتقوا بالامه بحيث يتم الاهتمام بعنصر راس المال البشري اللي هو الانسان. الانسان هو اللي بيؤدي الى القيمه المضافه، هو من ضمن اهم اسس التنميه المستدامه اللي بيتكلموا عليها دلوقتي. طيب لو الاهتمام بالصحه امر مهم، ما هو الراجل باع مستشفيات كتير للامارات، فهناك مستثمر اجنبي المفترض ان هو يرتقي بالقطاع الصحي، وكمان هو مهتم جدا بالبنيه التحتيه الصحيه للقوات المسلحه المصريه، مستشفيات الجيش والاطباء او الاستاف الطبي في المستشفيات العسكريه مستواه عالي ومرتباته ايضا كويسه. ليه الاهتمام ده مش باين في المستشفيات الحكوميه؟ الحقيقه فكره العسكره لكل المجالات باينة عندنا جدا من خلال العشر سنوات الماضية. لو قلنا أن عدد المستشفيات هو قال أن هم 500 مستشفى في المقطع اللي فات، هم الحقيقة كانوا في 2019 كانوا 691 مستشفى، حاليا 662 مستشفى فقط في حسب إحصائية العام الماضي. المستشفيات العسكرية زادت 19 مستشفى جديد خلال تلك الفترة، بما والمستشفيات اللي هي الحكومية يا دوب تطوير أو ترميم أو إعادة هيكلة وما إلى ذلك. هذه نقطة في متى الأهمية. الحاجة الثانية أن حتى كمان المستشفيات الحكومية اللي هي المستشفيات النموذجية في المحافظات، وزارة الصحة السابقة قالت أنها تجيب لها مدير إداري بخلفية عسكرية، والسيسي اعلن ان خريجي الحربيه ياخدوا مؤهل تجاره او اقتصاد علوم سياسيه، يعني اصبح معاه مؤهل جامعي يدير تلك المنشات الصحيه بخلاف المدنيين الموجودين. الحقيقه هذه منظومه متكامله ظاهره جدا في الوضع الصحي داخل مصر حاليا. طيب لما نرجع للخبر بتاع اتحاد المهن الطبيه زياده المعاشات ل 1500 جنيه، خلينا بس دكتور نفرق الاول
ايه الفرق ما بين معاش اتحاد المهن الطبيه او نقابه الاطباء والمعاش الحكومي اللي الدكتور بياخده من وزاره الصحه؟ اولا هنتكلم على الاثنين دول من ناحيه ان اي موظف حكومي عند سن التقاعد اللي هو سن 60 سنه بياخد ما يسمى بمعاش التقاعد، او اللي هو اصلا كان بيدفع منه قبل كده مستقطعات من مرتبه، زي بيحوش او بيتخزن عند الحكومه بتستثمره، لو بوصل سن 60 بيبدا يستعيد ما تم خصمه منه قبل كده. يعني تلك ليست منحه من الحكومه، ليست هبه من الدوله، ولكنها حق لهذا الموظف على مدى 36 سنه كان بيستقطع منه مبالغ شهريه بتتحط في البنك، الحكومه بتحطها في بنوك بتستثمرها بتكسب منها، بالاخر بترجع له جزء من حقوقه لما يبلغ سن 60. الحقيقه هنا بنجد ان المعاش الحكومي للطبيب يرتبط براتبه، وطالما ان راتب الطبيب اصلا قليل فبالتالي بنلاحظ ان المعاش الحكومي اللي عن سن التقاعد عن 60 سنه بيكون، يعني حتى تفضلتم، يعني لا يتعدى ال 2000 جنيه بعد الزيادات، حتى لما زاد قالوا هيزيد الشهر الجاي 15%، كل الزملاء قال لهم يعني ما يجيبش 8 كيلو لحمه بالاسعار الموجوده حاليا، فبالتالي ده المعاش الحكومي. وبيوزيه ايضا ما يسمى، لو جينا ناخد بالناحيه العسكريه، بناخد العسكريين عندهم ما يسمى بالمعاش الاساسي والمعاش المتغير ومكافاه حسب سنوات الخدمه. يعني حقا طبعا المقارنات من الصعب جدا الوصول لها بدقه لوجود نوع من التعميه او التغطيه على الارقام بالنسبه للعسكريين، لكن يعني الحقيقه بالنسبه للاطباء لو قلنا طبيب وصل لسن 60 اصبح معاشه 2000 او 2400 جنيه، طبعا دول بالنسبه للوضع الحالي في مصر يعني تعتبر يعني فتات يستطيع ان يعيش بيهم، ده بالنسبه للمعاش الحكومي اللي جاي من الدوله. لكن على المقابل عندنا اتحاد نقابات المهن الطبيه طلع له قانون في سنه 1983 بينظم صرف اللي هو ان هذا الاتحاد له صندوق تكافلي بيدي للعاملين به الاطباء والصيادله واطباء الاسنان واطباء البيطريين يعني زي معاش شهري بعد سن التقاعد، وتم رفعه في تلك الايام ليصل الى 1500 جنيه. طبعا هذا المصدر هنا يقابلنا نقطه في منتهى الاهميه اللي هو المصدر او مصدر التمويل. مصدر التمويل الحكومي هي استقطاعات من الموظف على مدى عمره الوظيفي بيستردها تاني عن سن المعاش، ودي حاجه موجوده داخل موازنه الدوله. لكن بالنسبه للاتحاد المهني الحقيقه مصدر التمويل جاي من ما يسمى بالدمغه الطبيه. الدمغه الطبيه اللي هي ايه؟ ان الطبيب على مفروض على روشته بيحط مبلغ تقريبا دمغه ب 30 قرش، على علبه الادويه برضه ربع 25 قرش او جنيه، مصانع الادويه بتدفع بعض المساهمات، المجازر بتدفع نسب زي رسوم بنسب مئويه على كل الانشطه الطبيه في العياده الخاصه في المستشفيات في الصيدليات ومصانع الادويه وما الى ذلك، وفي الاخر بيتم تجميعها في هذا الصندوق بحيث يبدا تمول اعضائها بهذا المبلغ الشهري، وبالتالي هذا المبلغ يعني استمراريته بتخضع لمدى التزام الاطباء وتلك الفئات بالدمغه الطبيه، يعني بنجيبه وبيرجع له يوم بيوم. يمكن ده اللي عمل مشكله ان المبلغ من الصعب انه يزيد زياده كبيره. الحقيقه دي اهم حاجه في مصادر التمويل، فبالتالي هيرجع تاني لاساس الكلام ان من حق الموظف الحكومي عند سن التقاعد ان يحصل على معاش يكفيه حياه كريمه كأي انسان عايش. يعني لو قلنا مثلا لو قلنا الحد الادنى للاجور اترفع ب 4000 جنيه، ده لسه بيشتغل الطبيب بعد 36 سنه عمل في الصحه يصل مثلا 2000 2400، يعني حتى لما يصل الحد الادنى للاجور لاي انسان عادي مع زياده الاعباء، يعني على راي الحسبه لا يكفي لشراء ادويه للامراض او خلال الشهر، فبالتالي هذه الماساه اللي بيعانوا منها الاطباء حاليا في مصر. طيب. سواء كانوا بيعملوا او طلعوا. دكتور عايز ارجع لاصل الموضوع تاني وهو الفلوس، الدكتور بيسيب مصر او بيسيب وزاره الصحه لانه مش بياخد تقدير مادي يقدر يعيشه حياه كريمه، بيروح بريطانيا بيروح اي دوله تانيه. السؤال هنا لو الدوله مش قادره زي ما السيسي قال، طب هو ليه بيزود فئات معينه سواء مرتبات او معاشات ومش قادر يزود الدكاتره؟ تحديدا هنا بتكلم عن الضباط والعسكريين. الحاجة يرجعنا لنقطة في منتهى الأهمية، لما في سنة 2016 حكمت المحكمة للأطباء
بان بدل العدوى يترفع، هو بدل العدوى للطبيب 19 جنيه بالنسبه مثلا للقاضي من 3000 ل 5000، بالنسبه لموظف البنك بيبدا من 300 جنيه. فكانت النقابه رفعت قضيه برفع بدل العدوى، والمحكمه حكمت بانه المفروض لا يقل عن 1000 جنيه شهريا. الكلام ده في 2016. الحكومه استشكلت على هذا الامر ورفعت قضيه ثانيه للنقض في حكم المحكمه الاولانيه. وكان راي القانوني للنقابه وللقضاء عليه ان زياده تلك المكافاه للاطباء او هذا الحافز يسبب انهاك لموازنه الدوله. والحكم المصطلح في المطالبه الرابعه، وده بيرد على كلام حضرتك، يعني اشمعنى لو جينا نزود موظف مدني ده في انهاك لموازنه الدوله، لكن لما نيجي نزود موظف عسكري ليس في انهاك. الحاجه ده بيرجع لجزئيه ثانيه، انا بعض المختصين بيقولوا ان زياده معاشات العسكريين ده بيرفع الناحيه المعنويه للقوات المسلحه، مما يؤثر على حفظ امن وسلامه الوطن. قالوها بنفس الصيغه، طبعا دي صيغه في منتهى الغرابه، لان اي مواطن مصري راحته وامنه ويؤثر على امن وسلامه المجتمع، لان المجتمع كله افراد. تلك التفرقه في المعامله الحقيقه عامله نوع من الشرخ المعنوي الخطير جدا داخل المجتمع المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش، وكيل وزاره الصحه الاسبق، كنت ضيفي عبر سكايب. تكلمنا امبارح عن ان عبد الفتاح السيسي استدعوه للشهاده في قضيه جوليو ريجيني الطالب الايطالي. خلينا نفتكر مع بعض تاني الخبر، لان عندنا الحقيقه في اخر كلام مجموعه اسئله لعبد الفتاح السيسي لو راح شهد او ما راحش، يعني في الحالتين هو اكيد مش هيروح، لكن مهم انه حد يواجهه بالاسئله اللي مجهزينها. المحكمه الايطاليه بدات محاكمه 4 ضباط امن مصريين غيابيا متهمين بخطف وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 بعد تأخير طويل وبعد ما طرحت تساؤلات حول قانونية الإجراءات. المحامي أليساندرا باليريني اللي بيمثل مع زميله جياكومو ساتا والدي جوليو ريجيني قال: نأمل أن تبدأ المحاكمة أخيرا، نأمل بعد قرار المحكمة الدستورية أن نكون قادرين على محاكمة من فعل كل شر العالم بحق جوليو ريجيني. المحكمة قررت رفع الجلسة الأولى وإعادة النظر فيها أو إعادة الانعقاد يوم 18 مارس المقبل. المفترض أن في طلبات استدعاء كشهود لعدد من المسؤولين وصلت لعبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي، وزير خارجية السابق باولو جنتيلوني، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إني كلاوديو ديسكالزي بحسب وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية. فحضرتك تخيل معايا كده ان عبد الفتاح السيسي في المكتب بتاعه وصله جواب بعلم الوصول: طالبين شهادتك يا سيء الذكر في قضية قتل جوليو ريجيني لان رجالتك قتلوه. فهو اصلا الجواب نفسه في حد ذاته اهانة كبيرة جدا لسيء الذكر. تخيل انت رئيس جمهورية المصري، الراجل العظيم جدا اللي مكسر الدنيا، اللي عنده مدينة اعلام ولا مدينة انتاج اعلامي كاملة بتطبل له وبتبرر له، جاله جواب بيقول له والله سعادتك لازم تيجي تشهد في جريمة قتل ارتكبها 4 من ضباطك. صعبة شوية مش كده؟ فاحنا بنزود عن يعني بنزود على الخطاب اللي وصل لعبد الفتاح السيسي وبنوصل له هذا الخطاب أيضا. إن كان السيسي مطلوب للشهادة في قتله أو في عملية قتل رجاله لجوليو ريجيني، فماذا عن الذين قتلهم عبد الفتاح السيسي في الأراضي المصرية من أبناء الشعب المصري؟ تعالوا نشوف مع بعض إحنا طالبين شهادة السيسي أو محاكمة السيسي في إيه بالظبط. في ضحايا مسبيرو ومحمد محمود، مينا دانيال وبهاء السنوسي وآخرين قتلتهم المخابرات الحربية والطرف الثالث في مسبيرو ومحمد محمود، مذبحة ربعة العدوية أسماء البلتاجي وكل الناس اللي ماتوا في أو قتلوا في ربعة العدوية عبد الرحمن الديب وعبد الله خروبة، في مذبحة النهضة، في رمسيس، في سموحة، مظاهرات 6 أكتوبر لما كان السيسي في استاد القاهرة بيقول مصر قد الدنيا وهتبقى مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، شهداء المظاهرات اللي سقطوا بعد الانقلاب، أكثر من 1000 معتقل في السجون المصرية قتلوا نتيجة الإهمال الطبي، التصفية الميدانية للمعارضين المصريين،
بيانات الداخلية الكاذبة إن هم بيجيبوا ناس يقتلوهم وبعدين يطلعوا بيان ويصوروهم جنب حتتين سلاح كانوا عند الداخلية، الناس اللي قتلوا بعد الاختفاء القسري، الروايات الأمنية المضروبة، الهجرة غير الشرعية، الناس اللي ماتت في المراكب وهي بتبحث عن أكل العيش وبتبحث عن مستقبل أفضل بعيدا عن سيء الذكر، الناس اللي ماتوا من الجوع، من الفقر، من الحزن، من العجز، من القهر، من إن هو مش قادر يوفر أكل وشرب ولبس مدرسة لأولاده، الناس اللي يعني فقدوا حياتهم في سبيل لقمة العيش، الناس اللي ماتوا نتيجة الإهمال والفساد والحوادث. كل القائمة اللي قدام حضرتك دي مطلوب فيها شهادة عبد الفتاح السيسي، بل مش شهادته، محاكمته. مطلوب إن السيسي يتحاكم على كل دول. لو كان السيسي هيشهد في قضية جوليو ريجيني عشان ضباطه عذبوا طالب أو باحث إيطالي، فلازم إحنا نفضل نتكلم حتى لو عدى 15 و20 سنة. بالمناسبة في ناس دلوقتي ممكن تبقى بتسمعني تقول لي يا أسامة أنت لسه بتتكلم عن الكلام ده، أنت لسه بتجيب سيرة ربعة ومسبيرو ومحمد محمود. لسه هنتكلم يا جماعة. والله العشر سنين في تاريخ البلدان ماهيش حاجة، يعني هنحكي قصص لناس كتيرة جدا يمكن تتابعوا قصصهم قريب، خورخي فيديلا وآخرين، جنرالات كانوا أسوأ وأعظم وأبشع من عبد الفتاح السيسي في القهر والظلم والبطش والتنكيل، حكموا وانتهت حياتهم وهم زي الكذا في الزنزانة، بيموتوا في الزنازين في الآخر. التاريخ موجود، التاريخ مكتوب، بيتحكموا. عارف ليه بيتحكموا؟ لأن ناس بتقرر إنها ما تبطلش تتكلم، ما تبطلش تواجه المجرم بجرائمه، ما تبطلش تبحث عن العدالة. لما بيتواجد النوعية دي من الناس بإرادة ربنا طبعا، في الآخر بيذهب هذا الجنرال إلى المحاكمة. في الآخر الجنرال اللي زي السيسي بيبقى في الزنزانة. ناس دلوقتي ممكن تسمعني من معارض السيسي يقول يا أسامة أنت بتروج لنا مخدرات، أنت بتبيع لنا الوهم، تمام. ناس دلوقتي من مؤيد السيسي هيسمعني يقول لك شوف الراجل المجنون بيقول إيه، يا جماعة أنتوا عايشين في الوهم، أنتوا انتهيتوا خلاص، تمام. أنا مؤمن بما أفعله وأعلم يقينا اللي أنا بقوله ده حصل قبل كده مع ناس زي ما قلت لك أبشع من عبد الفتاح السيسي. ولذلك لما أنا طلع الصورة اللي كانت قدام حضراتكم وأقول إنه مسبيرو، ربعة، 6 أكتوبر، سموحة، الاختفاء القسري، القتل خارج إطار القانون، إحنا يا جماعة مش جايين نملي هوا، أنا مش جاي أقول أي كلام وروح. في ناس شغالة في ده وناس مؤمنة بده وأنا منهم. أنا مؤمن إنه طالما ربنا مديني القوة إن أنا أكون موجود قدامك على الشاشة دي في اللحظة دي لحد آخر نفس هيطلع، فأنا هفضل أقول ده، وهفضل أطالب إن عبد الفتاح السيسي يتحاكم، وهفضل أطالب إن عبد الفتاح السيسي يبقى في زنزانة، وهفضل أطالب إن عبد الفتاح السيسي يقف قدام محكمة عادلة تحاكمه على جرائمه اللي من يوم ما عرفناه من 2011. مش معنى إن الزمن بيطول علينا شوية إن القصة انتهت، ما انتهتش. ربما في وقت من الأوقات وفي زمان من الأزمنة يمكن أنا ما كنتش موجود فيه أصلا، يمكن أكون خلاص مش موجود على هذه الدنيا، ربما يكون فيديو أنا اتكلمت فيه أو وثيقة صحفية أو إعلامية نقلناها تكون هي دليل أو من أدلة إدانة عبد الفتاح السيسي المجرم ويكون بيتحاكم، ويطلع في الوقت ده ناس يقولوا كان في صحفي وإعلامي اسمه كذا وكذا على قناة كذا كان بيقول لنا من كذا سنة ولا من كذا شهر ولا أيا كان إنه يا جماعة لازم نعمل ده عشان نوصل المجرمين دول للمحاكمة. اللي بيحصل في الإعلام واللي بيحصل في العمل الحقوقي من توثيق الجرائم ده مش رفاهية ولا تضيع وقت ولا أكل عيش، ده أمانة، ده واجب، ده حتى وفاء لدماء من ذهبوا، وفاء لدماء أصدقاء ودماء ناس أنا عمري ما شفتها، لكن هي أمانة تجاههم إن إحنا نفضل نعمل ده. فده لكل الناس اللي بتتفرج علينا وبتقول أنتوا ليه مكملين على أساس اسم القناة يعني في اللي أنتوا بتعملوا.
وكالة بلومبرج بتقول ان مصر بتراهن على اتفاق صندوق النقد الدولي عشان تسوية مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية، وبتقول انه الشركات دي مش سعداء لكن هيتأقلموا وهيتفهموا وهيصبروا. ده كلام طارق الملا وزير النفط المصري في مقابلة بالقاهرة وهو بيتكلم عن الشركات المستحقة. يبقى كده صندوق النقد الدولي هناخد فلوسه عشان ندفع مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية. رويترز بتقول ان البنوك المصرية بتفيض بالجنيه المحلي سعيا وراء شح العملة الأجنبية، وان في فائض كبير جدا من الجنيه المصري في البنوك المصرية. نشوف كده تقرير بلومبرج كان بيقول لنا ايه، او تفاصيل بلومبرج ورويترز سريعا. وزير البترول المصري لم يكشف عن قيمة المتأخرات للشركات لكن وعد بتسويتها بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي. انتاج البلاد من الغاز انخفض ل 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، وده أدنى مستوى منذ سنوات. والبلاد قد تضطر لتعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي. الإمدادات الاحتياطية من الغاز هي مصدر هام جدا لأوروبا، بتصدر لأنها بتصدر مصدر هام للدولار عفوا لأنها بتصدر لأوروبا. خطة الغاز اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده. وبتقول كمان بلومبرج ان في تراجع كبير جدا في ايرادات السياحة، ايرادات قناة السويس، وهم اهم مصدرين للنقد الاجنبي للبلاد. فبيتكلموا بلومبرج ان في يعني حاجة مصر لاتفاقية صندوق النقد الدولي او للقرض الجديد بتزداد بشكل كبير جدا، واللي هي ممكن تتجاوز 10 مليار دولار وفقا لتصريحات مديرة الصندوق. رويترز قالت ايه عن الوضع دلوقتي؟ قالت يا جماعة انه في فلوس بالجنيه كتيرة جدا موجودة في البنوك المصرية، وان الودائع بترتفع، الشركات بتجمع طلبات الواردات بالجنيه. الشركات وجدت ان البنوك ما عندهاش اصلا دولار لا تبيعه ولا تعمل فيه اي حاجة، فده ولد حالة من عدم الثقة بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، وخلى البنوك تحتفظ بأموالها في أدوات قصيرة الأجل عشان الثقة دي تزعزعت بشكل كبير جدا. العربي الجديد بيكلمنا عن ظاهرة بدأت تبقى موجودة في السوق المصري اسمها دولارة السلع في مصر. انه بدأ يبقى فيه دولارة، ان احنا بنقيم السلع بتاعتنا على حسب سعر الدولار النهاردة، اكيد مش سعره في البنك المركزي، اكيد سعره في السوق السوداء. وكمان العربي الجديد بيكلمنا عن اسواق سرية في المناطق الشعبية. ايه تفاصيل تقرير العربي الجديد؟ تعالوا نشوف مع بعض. دولارة السلع في مصر هي نهج جديد لكبار موردي السلع الغذائية المستوردة والمحلية، وهو بيعتمد على وضع سقف ائتماني بيحدد سعر كل سلعة بسعر الدولار حسب السوق. بيتراوح سعر الدولار الواحد في سوق السلع الغذائية ما بين 77 و80 جنيه، يعني اعلى من السوق السوداء كمان. التجار بيعتمدوا تلك الأسعار عشان يقيموا أي صفقة هيعملوها على مدار أسبوع. فخلاص احنا بنحط الدولارة، بنحط السعر بتاعنا وبنعتمد على أساسه في كل حاجة. طيب بعدين بيقولوا بيحافظ التجار بده على استقرار سعر المنتجات عند السعر اللي هيحصله مقابله على الدولار. يبقى هم بيشتروا الدولار بسعر معين فهم بيحطوا على أساس السعر ده، فبحيث ما يضغطوش نفسهم بشكل كبير جدا. لكن المشكلة ان الضغوط الامنية وفقا للتقرير زادت الامر سوء بشكل كبير جدا. الحكومة بدأت تشتغل في كمين الدولار اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، وبدأت تضغط على تجار الدولار ودفعت باسعار الدولار للتراجع في السوق السوداء، وده عمل ازمة انهيار في الثقة بين الحكومة والتجار. موقع مدى مصر كمان اتكلم عن موضوع المعاناة اليومية للمصريين وهم بيبحثوا عن ضروريات الحياة. اتكلم على أزمة الأدوية وغذاء الأطفال، وجبات المدرسية، الأجبان والألبان، وزيوت الطعام، السكر اللي بيرتفع بشكل كبير جدا، والأرز اللي مش موجود بشكل أيضا مستمر. ايه موضوع دولارة السلع؟ هل هو ظاهرة ايجابية ولا سلبية؟
ايه علاقته بكمين الدولار؟ اسئلة كتيرة جدا، خلينا ننقلها لضيفي عبر سكايب دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اسامة، سعداء بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. اشكرك. دولارة السلع هو يعني مصطلح اقتصادي دارج متعارف عليه، وما الذي يعنيه في السوق المصري؟ الدولارة ببساطة بتحدث في الدول التي تعاني من أزمات في توفير العملة الصعبة، فيبدأ المجتمع كله يتوجه نحو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، ومن ثم نبدأ نتحرك حركة أعلى أن يبدأ هذا المجتمع أيضا يبدأ في قضية تسعير كل السلع بالدولار. فبتبدأ بالسلع اللي هي بتكون أصلا بتستورد من الخارج، فأي سلعة بتستورد من الخارج نتيجة عدم استقرار الأسعار داخل الدولة فبيبدأ يسعرها بالدولار، وإن كان يبدو لك أن السعر بالجنيه المصري لكن واقع الحال لا يكون بالجنيه المصري. يعني مثلا أنا لبن الأطفال اللي حضرتك ذكرته هو مثلا وليكن مثلا بيستورده بخمسة دولار، فهو النهاردة بيحط السعر على 60 جنيه، فقول العلبة ب300 جنيه، لكن لو بكرة قدر هو يجيب الدولار على 70 جنيه فحيزوده 50 جنيه مباشرة، 75 ب350 جنيه. فالسعر بيحدد بناء على سعر الدولار، لان طالما ان الدولة لا يوجد فيها استقرار في العملة، او طالما ان الدولة لا يوجد فيها توافر للنقد الاجنبي بغض النظر. دكتور مصطفى، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بدكتور مصطفى شاهين. موقع المنصة ايضا كان بيتكلم في موضوع مهم، وهو ان في معلمون بيشتكوا من عدم صرف رواتبهم منذ شهر ديسمبر. موضوع غريب ده ما عشناهوش قبل كده في مصر، لكن في معلمين جدد من ضمن الفائزين بمسابقة 30,000 معلم قالوا ان هم ما استلموش مستحقاتهم المالية من وقت التعاقد معاهم في مطلع ديسمبر الماضي، وفق مصدر قيادي بقطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم. المصدر ده قال للمنصة ان شكاوى المعلمين الجدد من عدم صرف مستحقاتهم وصلت للوزارة، والوزارة بتقول ان حقهم محفوظ. نرجع لدكتور مصطفى مرة تانية، الصوت انقطع دكتور تفضل. انا اسف جدا، يبدو ان في مشكلة عندي انا وعندكم لا اعلم. ففي المجتمع، طالما المجتمع هذا يعاني من أزمة في توافر النقد الأجنبي، يبدأ هذا المجتمع يسعر أسعاره كلها بالعملة الأجنبية اللي بيستورد بها. فلو بيستورد بالدولار هيحط الثمن بالدولار، لو بيستورد بالريال هيحط الثمن بالريال، وهكذا. فهذه الظاهرة للأسف ظاهرة مخيفة جدا لأي اقتصاد، لأن ده هيعمل تكالف في المجتمع على النقد الأجنبي، وده بحد ذاته القدرة أي دولة مش هيكون عندها القدرة إنها تقدر توفر المعروض من النقد الأجنبي، اللهم إلا بعض الدول زي دول الخليج مثلا. دول الخليج عندها استقرار كبير جدا في النقد الأجنبي، لأن هو عنده كمية صادرات هائلة، فيستطيع إن هو يفرض الأسعار، ويستطيع من خلالها كمان يكون عنده فائض داخلي ضخم جدا من النقد الأجنبي دول الاحتياطيات، تستطيع تدعم العملة المحلية. مصر للأسف ما عندناش النقطة دي، والحكومة للأسف أساءت إساءات شديدة جدا في المورد من النقد الأجنبي، فالآن البلد كلها تدفع الثمن للأسف إن إحنا مش هنلاقي الدولار، وإحنا الآن عايزين معجزة حتى تنقذ مصر. هذه المعجزة متمثلة إما في قروض جديدة او اعاده الجدوله للدين. دول الحلين ان انت النظام في مصر وضع مصر كلها في هذا المأزق. انت تشوف طوابير السكر، وتشوف طوابير الخبز في بعض الاماكن، شيء لا يصدق، لا يصدق ان هذا هو الوضع الان في مصر. طيب سؤال من خمس كلمات، ما رايك في كمين الدولار؟ في كمين الدولار؟ نعم. تقصد الكمائن اللي معمولة عشان القبض على الناس اللي معاهم دولارات يا دكتور أسامة؟ صحيح. طبعا
دي فكرة فاشلة. هو احنا لنا تاريخ طويل جدا حاولنا ان احنا نمنع التجارة في العملة او في النقد الاجنبي. الكلام ده كان من السبعينات والستينات، يعني تبقى لك يجي 70 سنة ولن تنجح فيها ابدا، ولن تنجح لان القضية اكبر من تصورهم. القضية مرتبطة بمصالح الان، الان كل واحد يحوز الدولار اصبح له مصلحة من ورائه. يعني انا لو ابني بعت لي 1000 دولار في مصر وراح خده من البنك هيديه له ب 30,000، لو انا جبته من بره هيجيبه ب 60,000 مثلا، يعني انا جبته ضعف المبلغ، فهناك مصالح كبيره جدا. الحكومه خدت قرار ايضا من ضمن الحمله انه منع المستوردين انها توفر عمله للبنك. طيب ماشي، انت منعت المستورد الاجنبي، المستورد اللي يجيب السلع الاجنبيه من بره ان يجيب لك دولار، طيب انت هتدي له دولار؟ لا مش هتدي له دولار، فانت اصبحت في مأزق شديد جدا ايضا. فالقضيه الان بقت اكبر مما تتخيل يا دكتور اسامه، لان دخلت مصر كلها في ازمه، لان القروض اللي خدوها ومدفوعات القروض والمدنيات، واحنا يعني لا اريد ان اقول ذلك، لكن منذ 10 سنوات حضرنا من هذا الموقف تماما. صحيح. كانت الرؤية واضحة أن الاقتصاد في مصر للأسف سيكون في حالة إغلاق تام، وده الآن أنت حتى تتسول من أي دولة أنها تنقذك، وعشان تأمن إنقاذ للدولة للأسف هندفع أثمان سياسية غالية جدا، ممكن جدا تبيع أراضي، تبيع أصول من عندك، أو تأخذ أي قروض جديدة، وده هيؤدي إلى امتهان شديد جدا. وإحنا شايفين الموقف ده للأسف في مصر الآن بكل وضوح الآن. طيب دكتور، يعني في خبرين، خبر بلومبرج وكمان رويترز، فكرة تأخر المستحقات لشركات النفط الأجنبية. وزير البترول بيقول إن قرض صندوق النقد الدولي هيغطي الموضوع ده بشكل كبير، وده بيأكد اللي حضرتك بتقوله، إحنا بناخد قروض عشان نسد فجوات. لكن الفكرة الأكبر هي اللي قالها مصطفى مدبولي النهاردة، إن إحنا بالفعل نجحنا في التعاقد مع كيانات استثمارية كبرى هتضخ سيولة نقدية، هتحل الأزمة الاقتصادية، هتوفر مئات الآلاف من فرص العمل. هل حضرتك شايف إن ده كلام عن رأس الحكمة، مشروع الـ 22 مليار، ولا حاجة تانية؟ بص يا دكتور أسامة، أنا عايز أقول لحضرتك على نقطة مهمة جدا. اتفضل. لأن سؤالك ده سؤال كبير جدا. الشق الأولاني في سؤال حضرتك إن مصر مش عارفه تدفع للشركات اللي بتنقب على البترول والغاز الطبيعي، مع ان مصر والنظام اعلن في 2015 ان احنا اكتشفنا اكبر حقل لانتاج الغاز الطبيعي. طيب اذا انا صدرت من الغاز الطبيعي واصبح عندي نقد اجنبي غاز طبيعي، اين هذه الايرادات اللي كانت تنفعني الان ان انا تدي للشركات؟ طب اذا انت اصلا عاجز انك تدي لشركات ذات مورد دولاري، يعني اصلا شركات الغاز الطبيعي او البترول انا بطلع الانتاج ببيعه بالدولار وبجيب دخل بلد دولار، فالمفروض انا ما اتاخرش على الشركات دي اصلا، المفروض حقوقها تفضلهم، انتوا صرفوا علي 10 مليار دولار المفروض ان انا سدهم. الحاله الوحيده ان انا اقول لك ان انا اقبل انك ما تسدهمش ان انا لم يحدث عندي اكتشافات جديده في البترول مثلا، لكن ده انت طلعت لنا في 2015 قلت لكم اكتشفتوا اكبر حقل في الشرق الاوسط مع شركه ان الايطاليه في انتاج الغاز، فالمفروض اصلا انت يكون عندك فائض في الغاز، المفروض اصلا تكون عندك مسدد كل المديونيات اللي عندك في قطاع البترول، لان قطاع البترول بالنسبه لنا هو قطاع اساسي وقطاع مهم للانتاج. فدي اول جزء في الشق اللي هو للسؤال بتاع حضرتك. الشق الثاني اللي في السؤال اللي حضرتك بتقول لي هل ده ينفع بالنسبة لنا؟ لا طبعا مش هتقدر، لأن الأزمة ما بقتش في قضية إن أنا هجيب استثمار من بره. ما أنا هم لازم اللي ماسك البلد يفهم أوي الاقتصاد ده له مراحل إبطاء. يعني أنا مثال بسيط، جيت أنت قلت لي يا مصطفى تعالى يا ابني ابنين العمارة دي، هل العمارة دي بكرة هبنيها والعمال هتشتغل بكره؟ لا، ده في اساسات بتتحسب، بتحفر الاول وبعدين بنعمل اعمده وبعدين نعمل الدور الاول، وبعد ما بنعمل الدور الاول بنجيب الطوب، فيبدا الراجل بتاع الطوب يبدا يشتغل، ثم بعد شويه نبدا نقول والله عايزين راجل يجي يغفق هذا المكان، ويجي واحد يدهن المكان، ويجي واحد ثالث نجار،
فبيبدا يحصل عندك اللي احنا بنسميه في الاقتصاد بيحصل عندك لاجن تايم اللي هو فترات الاقطاع. يعني انا لما اخد قرار النهارده ان انا اجيب شركه تيجي تاخد راس الحكمه مش بكره الاف الناس هتشتغل ومش بكره الاف الناس المضاعف، لان انت للاسف الشديد ما زال تركيز الاداره الحاليه في مصر اللي دخلت البلد في كل المصائب دي كل تركيزهم ان انا ابقى تاجر. انت ما ينفعش انت كدوله تبقى تاجر خلاص. لا الموضوع ده جربناه 100 مره والحكومه عملت الموضوع ده 1000 مره وفشلنا فيه. المفروض انت دلوقتي دورك الاساسي ان انا افتح لك الافق لك انت وانت اللي تشتغل. انا مش عايزك انت، انا مش عايز الحكومه توفر فرص عمل، انا عايز الحكومه بس تشيل ايديها عننا وترفع ايديها عن الناس. اي واحد يشتغل يقدر الناس هتخلق فرص عمل لوحدها وهتساعد نفسها بدون الحكومه. بالامس كنت بقرا في تقرير يا دكتور اسامه ان امريكا دي البلد الجباره دي 80% من البيزنس في امريكا من الشركات في امريكا عباره عن 9 عمال فاقل. يعني ممكن تلاقي الاف بل ملايين الشركات في امريكا قايمه على 1 2 3 اللي عامل له شركه للنجاره، اللي عامل له شركه للسباكه، اللي عامل له شركه للتلفزيون، اللي عامل له شركه للنت، والاف الشركات قايمه على الافراد الصغيرين دول. احنا في مصر واخدين ان انا لازم اجيب مستثمر عملاق. يا عم ارحمونا وارحموا البلد وارحموا الناس وخلوا الشباب الصغير المصري يلاقوا فرص شغل، عايز يشتغل، عايز يلاقي حته ارض بسعر رخيصه، عايز يبني بيت. انما يا اخي الان رخصك مقفوله. انا عايز اعمل لو شاب صغير عايز يشتري شقه، قال لي شقه بكام في مصر الان؟ كام؟ طب هل انا مسموح لي ان انا يكون لي حته ارض اضرب بيها اجوز؟ والله يا دكتور مصطفى يعني ده افضل نداء اتمنى يصل للحكومه، ارحمونا وارحموا البلد وارحموا الشعب المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى شاهين. للاسف وقت الحلقه انتهى تماما. شكرا جزيلا ليك الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى شاهين. نهايه الحلقه، اشوفكم بكره ان شاء الله 7 بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير.